تبدأ السماء بتحولها من اللون الأزرق الصافي إلى درجات مختلفة من الرمادي مع تنامي الغيوم المظلمة التي تتجمع في الأفق، ما ينذر بقدوم عاصفة شتوية. طرق مغلقة بسبب احتلالها من طرف الثلوج، آلاف المنازل بلا كهرباء، وتحذيرات من خطر الفيضانات نتيجة استمرار عاصفة شتوية قوية في اجتياح أجزاء من المناطق الجنوبية في الولايات المتحدة. شلت العاصفة الحركة تقريباً وتسببت في حدوث أعاصير، فيما يستعد سكان المناطق الشمالية من البلاد لعواصف ثلجية جديدة، وبينما انخفضت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية، انقطعت خدمات التيار الكهربائي عن أكثر من 300 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد. التزموا بالبقاء في منازلكم، فالوضع يهدد حياتكم. هذا نداء من بين نداءات كثيرة وجهتها السلطات الأمريكية للمواطنين لحمايتهم من أضرار العاصفة القوية، حيث تستعد مدينة نيويورك أيضاً لأمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، كما يرتقب تشكل أعاصير في جنوب شرق البلاد، والتي شهدت ولاية فلوريدا عدداً منها، حيث أعلن حاكمها حالة الطوارئ في 49 مقاطعة.